FM. الكلمة ليك نزار. شخصيا من اللي بديت كافي سبورت في البرمجة الجديدة نستنى في الوقت اللي باش نحكيه فيه على السبيشال وان على البرتغالي خوزي مورينو اللي وين مشى وين درب وحتى وين ظهر خلى بصمته سواء بالتتويجات وإلا بالتصريحات وإلا بتصرف غريب يخلي كل الميديا في العالم تحكي عليه. البارح وفي تسريب صحيفة ديلي ميلز الإنجليزية تأكد فيه وصول فريق مانشستر يونايتد الاتفاق مع مورينو للإشراف الفني على الفريق بداية من الموسم الجاي. نرجع الأصل الحكاية نزار اللي بديت مع سير أليكس فيرغسون المدرب التاريخي للمان يونايتد واللي عبر في أكثر من مناسبة على إعجابه بالفني البرتغالي. إعجاب خليه يقول في تصريح ليه أنه يرى مورينو خليفة فيرغسون في مانشستر يونايتد. إدارة مانشستر بعد اعتزال فيرغسون قات مشكلة في خليفة المدرب هذا الاسكتلندي وجربت أكثر من اسم آخرهم الفني الهولندي لويس فان غال واللي حاليا يدرب في الفريق لكنه قاعد يواجه في صعوبات كبيره وما نجحش في ارجاع الفريق لمجده وتزعمه للكره الانجليزيه وهو حاليا موجود في المرتبه 75 12 نقطه على المتصدر ليستر سيتي لغم المصاريف الكبيره اللي صرفها النادي الانجليزي على الانتدابات وتدعيم الفريق بالملاعبيه اللازمين لتحقيق اللقب كما كان تذكر كان اسم مانشستر نزار في الميركاتو الصيفي هو اكبر معناتها اسم تم فيه صرف برشا فلوس على الميركاتو على اسم كبير لويس فان غال مدرب تاريخي نجم نقولوا المدرب الهولندي لكن النتائج ما تبعتش النتائج ما مشيتش صحيح خليت مانشستر ما تلقاهاش في البلاصة المتعود عليها حتى المردود في الشامبيونز ليج ما كانش كالعادة كما قلنا فان غال رغم تاريخه الكبير وخبرته في عالم التدريب لأنه الأمور ما مشيتش مع مانشستر ولا مرفوض من جماهير الفريق وكل مقابلة يطالبوا بالانسحاب الشيء اللي خلى لويس فان غال يتقدم بالاستقالة رغم أنه عقده يتواصل لجوان 2017. شفنا لهنا النزار قداش الضغط الجماهيري عنده مفعول وعنده معناتها تأثيره على المدرب. برشا جمعيات الجماهير هي اللي تقرر شكون إيراني شكون ميرانيش لا تقام كومباريزون مع تونس عم الحق ثم برشا جماهير تقرر مسير لاعب ملاعبي ولا حتى مسير مدرب ولا والله في الجماهير ديما عندها دور بما انها تقص فلوسها زاده هي وتحضر في الماتش معناتها تقص تذاكرها وتحضر عندها دخل بالطبيعه لكن مش تقرر تضغط صحيح لكن مش انديريكتومون صحيح لكن مانشستر يونايتد بالحق الجماهير اثرت برشا على قرار لويس فان غال بالاستقاله رغم انه الاداره تاع مانشستر كانت متفاهمه ورفضت الاستقاله هذه لكن كما نقولوا ما عادش نجم تصور انت مدرب فريق معناتها جمهوره يعمل هتافات ضده خليته ما يكملش وما يعبر عن رغبته في عدم المواصله مع مانشستر يونايتد رغم انه الملاعبيه مقابلين لويس فان غال ويعتبروه مدرب محترم. نزار نسأل سؤال وعلاش مورينو تاريخ مورينو يحكي عليه لأنه وين مشى البرتغالي اللي تحقوا به الألقاب نجم نقوله مع بورتو رابط الأبطال صحيح. مع انتر ميلان ورابط أبطال بطولة البرتغال إنجلترا إيطاليا وإسبانيا وهذا أكثر من مناسبة معناتها وين فما مورينو فما الألقاب فما تيترويات فما تتويجات هذيك علاش مع تشيلسي توا مع تشيلسي بيان سور قلنا بطولة إنجلترا مع تشيلسي في الزوز مرات اللي شاد فيها تشيلسي معناتها في 2007 وفي الرجوع يهز البطولة معناتها مدرب نجم نقوله من أكثر المدربين تتويجا في تاريخ الكرة معناتها بطولة أكثر من بلاد تقريبا أربعة ولا خمسة بلدان هز فيهم البطولة الشامبيونز ليج معناتها ولا معناتها الوحيد ينافس كارلو أنشيلوتي في التتويجات بالشامبيونز ليج والتاريخ ونعرفوا مورينو اللي مازال قدامه برشا مازال صغير زي ما زاد باش نحكيو اللي معرفة مورينو بالبطولة الإنجليزية وتتويجه مع تشيلسي في أكثر من مناسبة ببطولة إنجلترا وزاد عشق النجم نقولوا مورينو للتحدي نزار مهما كانت صعوبات وين مشى كان يحبذ يكون معناتها فما تشالنج وفما تشالنج كبير نعرف انه مانشستر وتشيلسي معناتها عداوه بين ضفرين كبيره بين زوز فرق حتى بين الجماهير وهكا مورينو النجم نقولوا كيما ما سمحش اداره تشيلسي وابراموفيتش كيفاش نحاه من الفريق وتواطى بين ضفرين الملاعبيه كيفاش تسبوا في خروجه المذل بين ضفرين من فريق وراء رأى المجد مع مورينو في الحقيقه نحب نذكره مستمعينا انه مورينو كانت بدايته مع لويس فان غال اللي باش ياخذ كان مترجم
هذيك اول نجم نقولوا اول خدمه خدمها. اول خدمه كان بوبي روبسون كان يراني في منتخب البرتغال والا في بورتو. مورينو خدم هو مدرب لكن يعرف برشا لغات. مورينو من الحاجات المعروف عليه يعرف برشا لغات الاسبانيه الانجليزيه الايطاليه. معناتها مورينو كان معناتها عنده برشا اللغات يحذقها. كان مدرب بوبي روبسون في القديم وقتها مازال كيما تخرج وكان هو المترجم بتاعه لويس كيما قلنا بدا مع لويس فان غال كمساعد في فريق برشلونه معناتها الفريق اللي ما يحبوش مورينو ظهرت من بعد الحكايه. قعد 4 سنين مدرب مساعد مع لويس فان غال من 96 حتى 2000 وهنا شوفوا كيفاش التاريخ معناتها النجم يقول يعيد نفسه ليه ما يعودش ما يعيدش نفسه خاطر التلميذ التلميذ باش يعيد نفسه بطريقه مغاير التلميذ باش يغلب المعلم المره هذه وباش يخفي وباش نحيه من بلاصته اذا ما يغلب ما يغلب كان بالنتائج لو شوفوا النتائج تغلب ولا هو باش يغلبوا اذا كان باش ياخذوا بلاصته بالطبيعه باش يغلبوا وهكا الفرجه باش تكون مضمونه نزار عم جاي اكيد ان شاء الله ربحينا بخير. وكان نحكيو على الديربي مانشستر بين غوارديولا ومورينو من اسبانيا مشات لانجلتير الحكايه نقلت لانجلتير وان شاء الله نشوفوا كره باهي اكيد البريمير ليغ ديما الجماهير التونسيه تتابع فيها. فوالا البارح شو عملت برشلونه قبل مثال نعرف 8 ونص الاخبار انا ما تفرجتش نحب نعرف شو عملت برشلونه تعادلت 1-1 عبد النور كاور عبد النور قعد على البنك هذاك شعب من الاخر معاذ عطاني صحيح نعطيوني يا جاري نيفيل راه عبد النور لاعب كبير راه لاعب تونسي يستحق يلعب حتى ماتش برشلونه لعبت بالاكيب بي وانت باش تربح 8 معناتها كي ما تلعبش ايمن عبد النور ما فهمناش وضعيه محيره بالحق وليت نزار البارح ظهرت وضعيه محيره لايمن عبد النور في فريق فالونس ثم حاجه بينه وبين غارنيفيل والله سبحان قلت لك وضعيه محيره البارح نجم نقولوا لعب تقريب فريق لعب في الفريق الثالث لعبوا في الدفاع ما اعتمدش على عبد النور وخليه 90 دقيقه على البنك هلا يعطيك الصحه شكرا لك معاذ كابا فان الكلمه ليك